غادي نحاول نعاود العملية لأن كتزلق لي يدي شوية، يدي فاسقة زو. وناخد نفس هذا، نفس الخيط هكذا، ها هو هكا، ها هو. غادي نشد نيت هذاك السبيب ونلويه، هاللي درت ليكم هكا. يدي كتزلق شوية، نجر السبيب كيما قلت لكم، نجر هذا ها هو، نجر هذا كيما قلت لكم، ها هو العقدة ديالي تمت على خير ولا بخير. كنجبد وهذا كنحزم، كنقاد بيه هكا هكا. غادي كنجبد، هنا كنجبد السنارة ديالي هاي مثلا كيما قلت لكم، كنجبدو هذا باش كتعطيني الشدة ديالي مزيان. المهم ما جاتش الدورة مزيانة بحال اللي درنا في الأول، لكن هاد الطريقة خصك تمشي هكا. هادي بالنسبة للسنارة، هادي غنشوفو خيط آخر، سنارة أخرى مثلا، ناخدو هادي، هي نفس الطريقة، هي نفس الطريقة. نديرو هاد السينات هما خارجي، غنجمع هكذا السبيب ديالي وندور بايدون، ونشد هذا كان كالي بهاد الصبع هذا باش ميطلب تبعني شد الخيط، وكندور ها هكا هاتي. المهم كنرجع هكا، غنشد هكا تاني هكا، ونجبد ونجبد فوالا. ها هو السبيل ديالي، السنار ديالي كان كيما الخيط، وكنجر. هاد المحاولة بقا ديرها 3 مرات، 4 5 هكدا، راه ساهلة ساهلة تجمع الخيط ديالك. لابد غادي تتعلم ان شاء الله بخير. ومن بعد غنوريكم اصغر سنارة كيفاش تربطو السنانر صغار في خطرة. هادو راه ساهلين، دابا كنربطوهم ساهلين، غير مبتدئين تعلموا شويه في هاد الكبار، شويه طبقوهم على داك الصغيرين، راه تحتاجهم على حساب المصيد وعلى حساب انا مدير 50. ونتمنى تكون فهمتوا الدرس شويه، دائما راه كنهضر مع المبتدئين. ونتمنى لكم خير ان شاء الله، نتمنى لكم الصحه الجيده، تعملوا باللايكات ديالكم ولا شي حاجه، ولا كاين شي استشاره حنا موجودين. شكرا.